عبد الله عن سمعنا ان في عند ابو حنيفه ان يقول الرجل اذا صادق المراه وقال ان هذه زوجتي عن طريق الصداقه جاز الزواج. لا هذا ما اصل هذا من عمل الشيعه هو نكاح المتعه يتفق مع المراه على ايام معدوده. هذا قال لك نكاح المتعه هذا عمل الراجل. مات عن طريق الطنطاوي. لا غلط هذا غلط. سمع الطنطاوي قال له غلط. لابد من نكاح شرعي شاهدين. لكن ابو حنيفه سهل الولي اذا زوجت نفسها بشاهدين وبرضاها عنده يجوز اما بدون شاهدين لا برضاها. لكن قول ضعيف قول باطل هذا مثل ابي حنيفه هذا مثل ضعيف. والصواب لا يعجب الله لا بد من الولي. الولي يعني ان هذا ما يجوز. قالت ان هذا صادق معها وقالت ان هذا زوجها وقال هي زوجتي ما يجوز الا ما يحل محله الا ولي اما ابوها او ابنها ثم لا اقرب من اقربتها مع الشاهدين ومع جراء ومع زوال الموالد على وجود الموقف لعامة العلماء ومنع ذلك. هذا الاجتهاد يرى انه من غلاء التفت ومن التفتهم من شعار لحيته وفعلها عرفنا عنهم في الحج اذا زاد على الله. لكن نقول مره ولو ما يقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارع ضعف كل حال عنا بعد الحج ما يقال لها شيء لا قليل ولا كثير. هذا ابو حنيفه بارك الله فيك.